ازيكم يا سمرة؟ بقى الحمد لله. ايه دردوشي دخلت معانا؟ آه، عمر رابعة أول، عدنان رابعة أول، لوزي رابعة تالت، ريم رابعة تاني، صلاح رابعة تاني، عبد الله أحمد عبد الله رابعة أول، صح كده؟ نعم يا مس نعم بتقول ايه يا عدنان؟ كان ممكن اعمل نفس الهوست. ليه ان شاء الله؟ عاوز ايه يعني؟ انت داخل مش مزاجك ولا ايه؟ مجبر ان انت تدخل يعني؟ ايه ما نعم، عاوز ايه يا عدنان؟ ولا حاجة؟ ماشي يا غير. هنبدأ النهارده سنة رابعة، هناخد درس تاريخ. الدرس بتاعنا اسمه ايه على الشاشة قدامنا؟ نظام الحكم. نظام الحكم. نظام الحكم. نظام الحكم. نقفل بقى المايك كده زي الشاطرين وما نجاوبش غير لما اسال. نظام الحكم يعني ايه نظام الحكم؟ يعني هتكلم فيها عن ايه من الدرس ده؟ يعني ايه؟ انا عاد اتفضل اتفضل يا عدنان. هتكلم عن نظام الحكم في مصر زمان. الحكم في مصر زمان، يعني دلوقتي يعني دلوقتي مثلا لو سألت حد من اللي قاعد معانا، مين اللي بيحكم مصر؟ عم مين؟ بيزي. السيسي، رئيس الجمهورية. اللي بيحكم مصر رئيس الجمهورية، واحنا دلوقتي كنا منتخبين السيسي هو اللي بيحكمنا. طب السيسي بيحكم مصر لوحده ولا في ناس بيساعدوه؟ بيعين وزراء بيساعدوه، وزير للتربية والتعليم، وزير للصحة، وزير الداخلية، وزير الخارجية، زائد اللي هو بيعين كمان محافظين، في محافظين على كل محافظة، زي مصر دلوقتي متقسمة ل 27 محافظة، كل محافظة عليها المحافظ بتاعها. ده دلوقتي في مصر دلوقتي. طب زمان بقى نظام الحكم بتاع الفراعنة يا مس الشاشة يا مس عندي مش باينة. طب الشاشة باينة عند الباقي يا شباب؟ أيوة أيوة يا مس. يبقى العيب من عندك يا حبيبي، عيب نفتح عندك. طيب انا بقى الدرس بتاعي بيتكلم عن نظام الحكم في مصر القديمه، حياه سياسيه عن نظام حكم. ببدا اشوف مين اللي كان على راس الهرم او مين اللي كان بيحكم مصر زمان. اول حاجه بيقول للمصريين اول ما وحدوا البلاد بداوا يبقى لازم يكون في نظام، لان انا لو ما عنديش نظام مش هقدر احكم الدوله، زي الفصل كده لو في نظام نقدر نشتغل، انما لو ما فيش نظام واي حد بيتكلم لوحده مش هنقدر ان احنا نشتغل. طيب انا دلوقتي في مصر الفرعونيه كان مين اللي بيحكم؟ كان اللي بيحكم واحد اسمه الفرعون او الملك. ده بيساوي ايه دلوقتي يا سنه رابعه؟ رئيس. ممتاز. عندي برضه هناخد دلوقتي اسمائهم، بعد كده نبدا كل واحد بالشرح. عند الرئيس او الفرعون او الملك زمان بدا يجيب وزير عشان يساعده في شؤون الحكم. كان عندي حكومة مركزية اللي هم الوزراء، عندي حكام أقاليم اللي هم المحافظين، وعندي الجيش. ده من زمان خالص، من ساعة ما وحدنا البلد ومين قلنا اهتم ان مصر يبقى في قلبها جيش قوي، أي دولة لازم يكون عندها جيش. يبقى أنا عندي هيئات الحكم في مصر القديمة كانوا كام هيئة يا سنة رابعة؟ كام هيئة يا رابعة؟ فرعون والوزير وحكومة مركزية وحاكم أقاليم وجيش. يبقوا خمسة. نبدأ نشرح، هنشرح الخمسة ويبقى الدرس بتاعنا خلص. أول حاجة الفرعون أو الملك. بص يا سنة رابعة، المصريين القدماء كانوا بيبصوا على الفرعون أو الملك على إنه ابن الإله، شايفين اللي دوت ابن الإله على الأرض، يعني الإله بعته عشان يحكمنا. طب هو عشان يقدر يحكم لازم يبقى في إيده سلطة، سواء سلطة دينية أو سلطة دنيوية. فالمصريين القدماء اعتبروا ان الفرعون دوت هو ابن الاله على الارض، وماسك في ايده كل السلطات، في ايده اي حاجه ممكن يعملها الفرعون ده يقدر يعملها، في ايده اي حاجه. يبقى المصريين القدماء اعتبروا مين ابن الاله على الارض؟ الفرعون. عشان يقدر يحكم البلد كان في ايده كل السلطات، اي حاجه يقدر يعملها، ما فيش حد بيعارضه، كان الفرعون او الملك. طب معنى كده اللي كان بقى بيصحى من النوم وينام تاني ويتفسح ومش وراه بقى شغلانات، ما هو كده كده ابن الاله؟ لا طبعا، الفرعون كان عنده مسؤوليات كتيره جدا. كان يعني اول حاجه من مسؤوليات الفرعون اداره شؤون البلاد والدفاع عنها، هو اللي بيدير البلد، لو جه عدو من بره كان بيدافع عنها،
زي ما خدنا الملك تحتمس الثالث، الملك أحمس، الملك مينا، الملك رمسيس الثاني، خدنا دول كلهم ملوك فراعنة. لو بيجي عدو على البلد كان هو اللي بيعد الجيش وبيخرج على رأس الجيش عشان يدافع عن البلد بتاعتنا. يبقى أول مهام من مهام الفرعون كانت إدارة شؤون البلاد والدفاع نعم. عنها. طيب الفرعون ده كان ظالم؟ لا، كان انسان عادل، كان بيعمل عدل من كل الناس، بيحقق العداله بين الناس وبيحفظ لكل الناس حقوقهم. مش معنى ان الراجل دوت قريبي او انا اعرفه يبقى اميزه عن غيره واظلم التاني، لا. الفرعون كان من مسؤولياته اللي هو بيحقق العداله بين الناس وبيحافظ على حقوقهم. طب من مهام الفرعون ايه تاني؟ كان بيبني لي المعابد. واحنا قلنا المعبد زمان بيساوي عندي دلوقتي المسجد او الكنيسه. طب هم كانوا بيبنوا المعبد ليه؟ الهدف من اقامه المعابد أنا يا لإقامة. ملك، أنا قولي يا عدنان. إقامة الشعائر الدينية، ماشي يا عبد الرحمن، بس لإقامة انا قلت لعدنان الشعائر اللي يجاوب. الدينية. لإقامة الشعائر الدينية. عبد الرحمن اللي معانا، عبد الرحمن محمود. عبد الرحمن، انت عبد الرحمن محمود ألو، بتاع رابعة اول؟ أه يا حبيبي. يبقى عند الفرعون حياته كانت كلها لعب ولا كان في شغل بيقوم بكتير؟ كان في اعمال شوف. كتير ومسؤوليات بيقوم بيها. اول حاجه اداره شؤون البلاد وبيدافع عن البلد، كان مسؤول اللي هو يحقق العدل من كل المصريين، كان مسؤول اللي هو بيبني المعابد. كان هو بيبني المعابد ليه؟ لاقامه الشعائر الدينيه، يعني بيروحوا يعبدوا الاله بتاعهم فيها، زي دلوقتي المسجد بروح اصلي فيه مثلا، دي اسمه شعائر دينيه. خلصنا اول هيئه من هيئات الحكم في مصر القديمه اللي اسمه الفرعون او الملك الملك. تاني هيئه الملك عندي الوزير. في الاول يا سنه رابعة ما كانش في وزير، لحد ما الفرعون مسؤولياته بقت كتيرة قوي، عمال يقول أنا مش عارف أعمل إيه ولا إيه ولا إيه، أنا لازم أجيب حد يساعدني. طب هتجيب مين يساعدك؟ قال خلاص أنا هخترع منصب جديد اسمه منصب الوزير. يبقى الوزير مهمته أول مهمة اللي هو بيساعد الفرعون في شؤون البلاد. مين مسؤول عن مساعدة الفرعون؟ الوزير الوزير. الوزير طيب، طب انت بتساعد الفرعون، طب شغلتك بقى ايه؟ قال انا برأس الهيئه الثالثه عندي اللي اسمها الحكومه المركزيه، انا رئيس الحكومه المركزيه. يجي لي بقى في الامتحان فاختار يقول لي مين في مصر القديمه اللي كان بيرأس الحكومه المركزيه، الملك ولا الفرعون ولا حكام الاقاليم ولا لا، الوزير؟ الوزير الوزير. مين اللي كان بيرأس الحكومه المركزيه؟ الوزير. ودي مهام الوزير كده خلصت. يبقى الوزير كان له حاجتين، بيساعد في إدارة شؤون البلاد وبيرأس الحكومة المركزية. يجي على الحكومة المركزية. الحكومة يعني الحكومة زي الحكومة اللي عندي دلوقتي، الحكومة في قلبها وزراء. الحكومة المركزية دي مهمتها إنها بتساعد الوزير، كان يعاون الحكومة المركزية بتعاون الوزير في حكم البلاد. طيب أنا عندي دلوقتي وزارة اسمها وزارة الزراعة. وزارة الزراعة دي مسؤولة عن إيه دلوقتي يا سنة رابعة؟ عن الزراعة عن اللي هي الزراعة. تهتم بشؤون الزراعة وزارة الزراعة وتوسع أراضي كتيرة. ممتاز. مين اللي جاوب دي؟ اللي اسمها محمد اسلام. اسمك ايه يا حبيبتي؟ أنا اسمي جودي إسلام. جودي اسلام. شاطرة يا جودي، ممتازة. الزراعة دي دلوقتي مسؤولة انها تحفر لي ترع، تستصلح لي اراضي، مسؤولة عن كل حاجتها بالزراعة. طب زمان بقى، زمان ما كانش اسمها وزارة الزراعة، زمان كان اسمها إدارة الزراعة. عندي دلوقتي وزارة اسمها وزارة الصناعة. وزارة الصناعة دي مسؤولة عن ايه؟ الصناعة عن اللي الصناعة، هي صناعة بتطور الصناعة، شوف يعملوا مصانع بتصنع فين، الأكل أي مصانع بقى عندي وبتصنع ملابس في المصنع. بالظبط. عندي مصانع كتير جدا أو عندي صناعات كتير جدا اللي بيبقى مسؤول عنها وزارة الصناعة، إزاي تطور الصناعة المصرية. فزمان بقى في مصر الفرعونية ما كانش اسمها وزارة الصناعة، كان اسمها إدارة الصناعة. عندي دلوقتي وزارة اسمها وزارة التجارة. وزارة التجارة مسؤولة إذا كانت هتبيع التجارة بتاعتنا جوه مصر أو بره مصر تصدر للدول التانية. زمان برضو بس ما كانش زمان اسمها وزارة التجارة، زمان كان اسمها إدارة التجارة. يبقى عند الحكومة المركزية إيجار مين اللي بيرأس الحكومة المركزية؟ الوزير الوزير. إيه الشطارة دي؟ طيب الحكومة المركزية بتتكون من رؤساء الإدارات اللي هم دلوقتي الوزراء، زي إدارة الزراعة، إدارة الصناعة، إدارة التجارة. إدارة الزراعة زمان بيقابلها دلوقتي وزارة اسمها وزارة إيه؟ الزراعة اسمها إدارة الصناعة بيقابلها وزارة اسمها وزارة إيه؟ الصناعة. صناعة. ممتازين. وكده خلصت الهيئة الثالثة. الدرس سهل جدا، أدخل على الهيئة الرابعة حكام الأقاليم. هي مصر دلوقتي متقسمة لإيه يا سنة رابعة؟ بقسم مصر 27 لإيه؟ محافظات 27 محافظة. اتنين شباب طب زمان بقى سبعة مصر وعشرين محافظة ممتازين، زمان مصر ما كانتش مقسمة لمحافظة، زمان مصر كانت مقسمة لأقاليم. مصر كانت مقسمة لإيه؟
الأقاليم. الأقاليم. طب مصر كان في قلبها الأقاليم كم إقليم؟ معلومة لينا، مصر كان في قلبها زمان 42 إقليم. طب كان الملك هيقدر يحكم ده كله لوحده؟ لا، كان بيعين على كل إقليم حاكم إقليم مسؤول عن الإقليم بتاعه، ولو في حاجة مش عارف يعملها بيروح راجع بعد كده للملك. يبقى عندي الهيئة الرابعة حكام الأقاليم. حكام الاقاليم بيساووا دلوقتي المحافظين، زمان كان اسمه حاكم اقليم مسؤول عن الاقليم بتاعه، انما دلوقتي اسمه محافظ مسؤول عن المحافظه بتاعته. يجي لي في الامتحان بقى يقول لي حاكم الاقليم زمان بيساوي دلوقتي منصب نقط. حاكم المحافظ المحافظ ممتازه. المحافظ طب الاقاليم زمان بتساوي دلوقتي الايه؟ المحافظات. المحافظات. مصر دلوقتي مقسمه لكام محافظه؟ 27 محافظة. طب زمان مصر كانت مقسمة لكام إقليم؟ 42 إقليم. 42 ونص. اتنين ونص ونص. ونص ده عمله إيه؟ صباح الفل يا عدنان. مصر زمان كانت مقسمة لإيه؟ ل 42 إقليم. 42 إقليم. طيب حاكم الاقليم بقى مسؤوليته ايه زي مسؤوليه المحافظ دلوقتي؟ عندي دلوقتي محافظ الشرقيه على محافظه الشرقيه، مسؤول منك ايه يا محافظ يا شرقيه؟ بيقول مسؤول مني ان انا يبقى في امن في الاقليم بتاعي، امن في المحافظه بتاعتي. مسؤول مني لو السكان بتوعي عاوزين مدرسه انا مثلا اللي بشوف اعملها لهم. الصوت يا شباب. المحافظ دلوقتي المسؤول منه المحافظه بتاعته، محافظه الشرقيه مسؤول عن محافظه الشرقيه، اكيد مش مسؤول عن محافظه القاهره. الصوت عندك يا عبد الرحمن. حاكم الاقليم بقى مسؤولياته كانت ايه؟ مراعاه شؤون الاقليم، مسؤول عن الاقليم بتاعه، شوف هو عاوز ايه ويعمله له، توفير الخدمات للاقليم، زي دلوقتي كده المحافظ يعمل لي مدرسه، يعمل لي مستشفى، بس بيعملها فين؟ داخل المحافظه بتاعته. زمان برضو كان اللي بيوفر الخدمات يحفر ترعه داخل الاقليم بتاعه، مين اللي مسؤول عن الكلام دوت؟ يا مات. نعم. حاكم الإقليم. حاكم الإقليم. المحافظ. ما هو دلوقتي عبد الرحمن اسمه محافظ، إنما زمان ما كانش اسمه محافظ، زمان كان اسمه حاكم الإقليم. عندي مسؤوليات حاكم الإقليم عشان لو جالك الامتحان مين اللي مسؤول اللي هو يرعى شؤون الإقليم، هتلاقي بص مسؤولياته كل حاجة بيعملها جوه الإقليم بتاعه، جوه المحافظة بتاعته. تمام كده؟ مسؤوليات حاكم الإقليم تاني مراعاة شؤون الإقليم، توفير الخدمات للإقليم، حفظ الامن في الاقليم. طيب عندي اخر هيئه من هيئات الحكم في مصر القديمه، عندي الجيش. والجيش طبعا مهم جدا، من ساعه ما الملك مينا وحد للبلاد سنه 3200 قبل الميلاد وهو اهتم يبقى عندي جيش. هو الجيش مهم في ايه؟ في ايه سنه رابعه؟ حمايه البلاد، امنها واستقرارها. بالظبط كده، زي دفاع الجيش عنها، زي الجيش جدي مصعب الدين. الجيش بتاعنا دلوقتي واقف على الحدود بتاعتنا عشان يحمي البلاد بتاعتنا. من زمان أسلحة. قديما كان الملك أحمس والملك تهتمس الثالث والملك رمسيس الثاني. هنقولها دلوقتي ثانية واحدة. كانوا مهتمين بالجيش. أوكي. أنا عندي زمان الجيش كان مهمته إيه؟ مهمته اللي هو بيحافظ على البلاد ووحدتها وحمايتها، أمنها واستقرارها. طول ما أنا عندي جيش قوي البلاد هيبقى في قلبها أمن واستقرار، إنما لو ما فيش جيش هيبقى في فوضى، يجي أي حد من بره يحتلني. فبالتالي الجيش مهمته اللي هو بيدافع عن البلد ضد أي معتدي أو أي محتل جاي من بره. عشان كده بيقول لك الملوك اهتموا بالجيش من زمان قوي، ومن اكتر الناس اللي اهتموا بالجيش عند الملك احمس، الملك تحتمس الثالث، الملك رمسيس الثاني. طب دول يا شباب اللي عارف ما يجاوبش الاول كده لحد ما زماننا يفكر. مين؟ انا قلت من اشهر الملوك اللي اهتموا بالجيش احمس، تحتمس الثالث، رمسيس الثاني. يعني مين الدوله اللي اهتمت بالجيش؟ دوله قديمه ولا وسطى ولا حديثه؟ هقولها انا. مش انا مش عبد الرحمن. عبد الرحمن. الدولة الدولة الحديثة. ممتاز يا عبد الرحمن، عشان عندي الملك احمس كان دولة حديثة، تحتمس السادس دولة حديثة، رمسيس الثاني دولة حديثة. جه لما قلت اصل الدولة الحديثة كان عصر مجد حربي، يعني كان اكتر حاجة بيهتموا بيها الحروب. عندي بعد كده من اسلحة الجيش قديما، طب هم كانوا بيستخدموا ايه في الجيش؟ كانوا بيستخدموا حاجة زي الخنجر اللي هو صورته قدامنا دي سنة رابعة. خنجر. نعم يا عدنان. اي تي ام. الايه؟ اي تي ام. اي تي ام يعني ايه بقى؟ رشاش. رشاش. انا قلت كانوا بيستخدموا رشاش، انا طلعت من بق الرشاش. سألت الخناجر انا قلت الخنجر.
قلت سيف زي الصورة دي سنة رابعة، قلت سهام اللي هو بيبقى ماسك حاجة بيزقلها من بعيد كده، الفأس، وفي حاجات تانية زي الصورة اللي قدامنا من أسلحة بتاعت الجيش زمان، الخنجر والسيف والسهم والفأس. وكده الدرس خلص سنة رابعة. انت لسه داخل يا اياد؟ كل الناس دول. يا مس، نسأل بقى. يا مس ايه، انت معادك الساعة كام يا اياد؟ مش من 11 وربع؟ والله ما خدت بالي. ماشي يا اياد، هنعيده تاني سريعا كده واحنا بنسأل. ركز بقى، اللي هقول له بس يجاوب هو اللي يجاوب يا سنة رابعة، اتفقنا؟ مش عاوزة كله يقفل المايك بعد اذنكم، كل اللي فتح المايك يقفله، واللي اقول له بس هو اللي يجاوب. الدرس بتاعي عمر ولوجي ورانا، يقفلوا المايك. يلا يا رنا انت وعمر اقفلوا المايك. يلا يا عدنان. انا قلت يا عدنان، نعم. نظام الحكم في مصر القديمة كان بيتكون من كام هيئة؟ خمسة. 5 هيئات. اقفل المايك بقى. ممتاز. الفرعون، الوزير، لا الحاكم، حاكم الحكام، الحكومة المركزية، حاكم الأقاليم، الجيش. انا قلت لك قولهم يا عدنان، مش هتسأل تاني. اقفل المايك يلا، يعني لسه بقول لك ممتاز عشان جاوبت السؤال صح، بتجاوب سؤال غيره تاني ليه؟ اقفل المايك بتاعك. عندي بعد كده عمر رابعة اول. يلا يا عمر، مين يا عمر اللي كان مسؤول عن إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها؟ مين في مصر إدارة القديمة كان شؤون مسؤول عن إدارة البلاد، شؤون البلاد والدفاع عنها؟ أديك اختيارات، تران، الفرعون أو الملك. ممتاز. يلا يا لوجي، قلنا المصريين القدماء كانوا بيعتبروا الفرعون هو نقط الإله على الأرض، ابن ابن الإله على الأرض. ممتازة. رنا أسامة، يلا يا رنا، قلت الفرعون كان من مهامه اللي هو بيبني المعابد، بيبني المعابد ليه يا رنا؟ أهمية المعابد في مصر القديمة، ليه الفرعون كان بيبني معابد؟ إدارة لإقامة المعابد بيبنيها ليه؟ بس يا بابا اللي بيجاوب. رنا قلنا المعبد يا رنا زي المسجد دلوقتي او زي الكنيسه دلوقتي، كنا بنجيبها لاقامه ايه؟ الشعائر الدينيه، يعني كانوا بيروحوا يصلوا للاله بتاعهم، يقدموا للاله بتاعهم هدايا اللي هي القرابين. عبد الرحمن، تعرف يا عبد الرحمن قرابين دي يا ناس. القرابين ده حبيبي اللي هو زي الهديه كده، عشان كانوا معتقدين ان هم ما يدوا الاله بتاعهم هدايا كده أجاوب في اعتقادهم، طبعا الكلام ده غلط، معتقدين. أجاوب ثانية واحدة يا عبد الرحمن هم بعد اذنك. بيتشرقوا في الآخر. معتقدين اللي هم لما بيودوا الاله بتاعهم هدايا بقى سواء ذهب او اكل او حاجات من دي، الاله هيحبهم فيخلي حياتهم كويسه، وطبعا الحاجات دي كانت غلط. يلا يا عبد الرحمن، قول لي بقى مسؤوليات الفرعون على بعضها يا عبد الرحمن. إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، على حقوقهم، بناء المعابد، إقامة الشعائر الدينية. ممتاز. يلا يا مروان، عندي الفرعون اتخذ نقط ليعاونه في شؤون البلاد. الفرعون أو الملك جاب مين عشان يساعده في شؤون البلاد؟ الخطير الخطير. عبد الرحمن، مروان. قول يا مس السؤال كده تاني. اتخذ الفرعون نقط أو الكبير الكبير. عدنان أخرجك خالص يا عدنان، وآخر إنذار. يلا يا مروان، الفرعون كان بيتخذ نقط او بيعين نقط ليعاونه في شؤون البلاد، لأن شؤون البلاد مين اللي كان بيساعد الحكومة الفرعون؟ المركزية، لا الحكومة لا المركزية. يا مروان مش مركز. مثلا جودي. لسه دخل يا مس. طب جودي اسلام، ايه بس الفرعون كان بيعين مين عشان يساعده في شؤون البلاد؟ الوزير. الوزير. ممتازة. بص يا مروان، احنا قلنا الفرعون مسؤولياته كانت كتيرة قوي، فمش عارف يشتغل ده كله لوحده، فراح جايب وزير عشان يساعده في شؤون البلاد، يبقى الفرعون كان بيعين وزير عشان يساعده في شؤون البلاد. طب ريم ليه ما حاتم، يكونش كبير؟ ليه ما يكونش ايه يا استاذ عدنان؟ ولا حاجة ولا حاجة. لا قول اللي انت بتقوله، اسال، ده مش فاهم حاجة اسال. يلا يا ريم حاتم،
ايوه بس مين اللي كان بيرأس الحكومة المركزية يا ريم؟ الوزير الوزير. ممتازة. صلاح. يلا يا صلاح، إدارة الزراعة قديما بيقابلها دلوقتي وزارة نقط. ليه بيرأس؟ إدارة الزراعة. وزارة الزراعة. شاطر يا صلاح. عبد الله أحمد عبد الله. مين يا عبد الله اللي كان بيعاون الوزير في حكم في الحكومة المركزية؟ أنا قلت الإجابة، سوري يا عبد الله. اللي كان بيعاون الوزير في الحكم الحكومة المركزية. ماشي يا عبد الله، ثانية واحدة. إدارة التجارة يا عبد الله زمان بيقابلها دلوقتي وزارة إيه؟ عبد الله أحمد عبد الله. إدارة التجارة زمان اسمها دلوقتي وزارة إيه؟ في يا عبد الله سؤال سهل، أنت شاطر. افتح المايك قبل ما تجاوب. هو أنت خرجت؟ طيب قول يا كريم محمد حسن. ايوه مس. إدارة التجارة زمان بيقابلها دلوقتي وزارة اسمها وزارة إيه؟ وزارة التجارة. وزارة التجارة. طب يلا يا ياسين محمود، أمال إدارة الصناعة بيقابلها دلوقتي وزارة اسمها وزارة؟ ياسين افتح المايك. أنا مش عايز أجاوب. ثانية واحدة حبيبي. يلا يا إدارة الصناعة زمان قصادها دلوقتي بسميها وزارة إيه؟ قلت من اسمها. الصناعة. الصناعة. طب يلا يا مروان. حاكم الإقليم يا مروان زمان بيسوي دلوقتي شغلانته دلوقتي أو اسمه إيه دلوقتي؟ حاكم الإقليم في مصر القديمة اسمه إيه دلوقتي؟ بيقابله منصب إيه؟ حاكم المحافظة حاليا. المحافظ. ممتاز. اسمه المحافظ. المحافظ. المحافظ دلوقتي. يلا يا عدنان، مسؤوليات حاكم الإقليم يا عدنان في مصر القديمة كانت إيه؟ عدنان خرج. مين؟ عمر. أنا ينفع يا مس؟ قولي يا جودي. سؤال. مسؤوليات حكم الإقليم. مراعاة شؤون الإقليم، توفير الخدمات لسكان الإقليم، حفظ الأمن بالإقليم. ممتازة يا جودي. طيب مين تاني؟ إياد. أهمية الجيش إيه يا إياد؟ الجيش مهم في إيه؟ أهمية حماية البلاد والحفاظ على وحدتها. بيحافظ لنا برضو على الأمن والاستقرار. أمنها واستقرارها والدفاع عنها ضد المتعدين. المعتدين يعني أي حد عاوز يجي يحتلني اللي بيقفوا يتصدروا الجيش من زمان قصوا لحد دلوقتي، أي معتدي بيجي مصر اللي بيقفلوا الجيش. شاطر يا إياد. طيب يلا يا كريم، الجيش عند ظهر الجيش ظهر بوضوح في مصر القديمة في عهد مين من الملوك أو من الفراعنة المصريين القدماء؟ عهد الملك مين الملك ومين؟ أحمد. تمام. الملك أحمد وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني. شاطر. طب يلا يا لوجي، من أسلحة الجيش في مصر القديمة إيه يا لوجي؟ الخنجر أيوة والسيوف ماشي والسهام والفأس. حد عنده مشكلة القوس في الدرس؟ والسهم يا مس هو فيها مس القوس والسهم. يبقى هو عبارة يا حبيبي زي اللي بص شايف، لو انت شايف الصورة اللي قدامي دي، شايف دي اسمها سهم، بتبقى قوس كده وبيحط السهم فيه وبيروح زقله. شايف مكان ما انا بشاور بالماوس كده زي نظام النبلة دلوقتي، لو انتوا عارفين شكل النبلة كده، بيروح حاططها كده وبيروح حاطط فيها الخنجر السهم في ايده التانية ويروح زقله كده ويروح ماشي لمسافة بعيدة جدا. بس ممكن تعيدها لو سمحتي؟ أعيد إيه يا مستر عدنين؟ أنهي جزئية؟ اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها لما طلعوا. انا كنت بسأل ما كنتش بشرح. زميلك بيقول القوس والسهم يعني ايه، بقول له زي اللي في الصوره قدامي دي، ده قوس اهوت وفي ايده التانيه سهم، بيروح حاطه كده ويروح شادد الحبل ده لورا، بيروح السهم طلع لقدام لمسافه طويله، فيروح جاي بقى في العدو وقتله. بقول له زي دلوقتي النبله كده، لو انتوا عارفين شكل النبله، بنروح حاطينها ونزقر كده وتروح جايه في حته بعيد. بس حد عنده مشكله في الدرس يا سنه رابعه؟ عيد فيه حاجه تاني؟ لا طب كويس الحمد لله. ماشي يا سنة ربع، يلا مع السلامة.